بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اللهم ثبتنا على الهدى والإيمان والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول. إنك لا تهدي، المنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. التوفيق والقبول بيد الله، اللهم ثبتنا على الهداية يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، فإنها هداية الدلالة والبيان، تهدي أي تبين وتدعو، وهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. فهداية التوفيق والقبول بيد الله، لا يقدر عليها إلا الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد والبيان، هذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء عليهم السلام والدعاء والدعاة إلى الله. وقوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب، أي ملة الشرك؟ أعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الاستغفار للمشرك. إذا مات إنسان مشرك أو منافق أو كافر لا يجوز الاستغفار له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم ثبتنا على الهدى والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.
قوله وفي الصحيح أي في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله. وابن المسيب هو سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين رحمهم الله. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل، المرسل ما لم يذكر فيه الصحابة. وقال ابن المديني رحمه الله: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، أي من سعيد بن المسيب، مات بعد 90 وقد ناهز 80، أي قارب عمره 80 رحمه الله. وأبوه المسيب صحابي رضي الله صاحبي رضي الله تعالى عنه. بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي رضي الله عنه، استشهد يوم اليمامة في قتال المرتدين وفي قتال مسيلمة رضي الله عن الصحابة أجمعين. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك، أي في ذلك الحين، كفارا: عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل والمسيب، فإنهما من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك، أي في ذلك الحين، كفارا. فقتل أبو جهل على كفره، وأسلم الآخران: عبد الله بن أبي أمية أسلم، والمسيب أسلم رضي الله عنهما. قوله: يا عم، منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله: قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه، يعني معناها معروف، لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام. لا بد من معرفة معناها، الكفر بالمعبودات الباطلة كلها، والإيمان بالله وحده لا شريك له، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، يعرفون معناها، ولكن تكبروا وعاندوا، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، ولا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة، كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدون لها. المنافق لا يصدق ولا يعتقد والعياذ بالله، لكن لا يعتقدونها لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب والعياذ بالله. فهم المنافقون مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن، أي دون الاعتقاد، دون الإيمان، دون التصديق،
وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم أي صالحهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا أي لا يعاونوا الأعداء كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. قوله كلمة، قال القرطبي رحمه الله بالنصب على أنها بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله أحاج لك بها عند الله، هو بتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال، ولكن أبى أبو طالب أن يقولها والعياذ بالله. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي، نفي المعبودات الباطلة والإثبات إثبات الإله الحق الله عز وجل، لنفعته. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان، وثبتنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. قوله فقال له، أبو عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تترك ملة الشرك، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، يعني ذكراه تقليد الآباء والأجداد على الضلال والعياذ بالله، كقول فرعون لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أن يقلدون الآباء والأجداد على الضلال ولا يقبلون الهدى والعياذ بالله. قال المعلق في قرة العيون فيه، أي في هذا مضرة أصحاب السوء، مصاحبة الأشرار مضرة، فأبو طالب لما صاحب عبد الله بن أبي أمية وأبا جهل دعاياه إلى الكفر والعياذ بالله. فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم، ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى، فعلينا أن نصاحب الأخيار ونحذر من مصاحبة الأشرار والفساق. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد عليه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أعاد أترغب عن ملة عبد المطلب ملة الشرك، فيه معرفتهما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل لمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في الإلهية، وأما الربوبية فقد أقروا بها، يقرون أن الله هو ربهم ولكن عبدوا غيره، وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك، لما جاء الحبشة لهدم الكعبة أو عبد المطلب قال أنا رب الإبل، أخذوا إبله فقال أنا رب الإبل والبيت الكعبة المشرفة له رب يمنعه منك، وقد منع الله بيته وحفظ بيته، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الحمد لله. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، استكباراً عن العمل بمدلولها، تكبروا، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، نعوذ بالله من الكفر. فرد عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. لا إله إلا الله. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه، هداية القلوب بيد الله، ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده، أي إخلاص العبادة لله جل جلاله. هداية القلوب بيد الله. اللهم ثبتنا على الهدى، أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. قوله: فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر. قوله: هو على ملة عبد المطلب. أبو طالب أصر على الشرك، الظاهر أن أبا طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، فغيره الراوي استقباحاً للفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. قوله: وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، أي أبى أن يسلم، أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. بعض أهل الباطل يزعمون أن عبد المطلب أسلم وأسلافه، ولكن لم يصح. ومضرة أصحاب السوء على الإنسان فيه ضرر مصاحبة الأشرار، ومضرة تعظيم الأسلاف أي تقديمهم على تقليدهم على الباطل، أي إذا زاد على المشروع، بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. فالحجة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي رحمه الله: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب.
ولكن الله نهاه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما صلى الله عليه وسلم. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام رضي الله عنها. قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. لا يجوز الاستغفار لمن مات مشركا أو كافرا أو منافقا، نعوذ بالله من ذلك. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لنزول هذه الآية أسباباً أخر، فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فلا يجوز الاستغفار لمن مات مشركاً وكافراً ومنافقاً والعياذ بالله. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر لأنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه روي في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. وأبو طالب لم يسلم، أبى أن يقول لا إله إلا الله. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبته، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. قال المعلق: الهداية تطلق على خلق الهدى في القلب وتحويله من الضلال والكفر والفسوق إلى الهدى والإيمان والطاعة، وتسديده على صراط الله المستقيم وتثبيته عليه، وهذه مختصة بالله تعالى. هداية القلوب والتوفيق للقبول هذا بيد الله. اللهم ثبتنا على الهدى يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، لأنه هو الذي يقلب القلوب ويصرفها ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل فما له من هاد. وهي المنفية في الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من باب أولى. إنك لا تهدي، أي لا توفق لقبول الحق من تحب، إنما تدل وترشد. وأما التوفيق لقبول الحق هذا بيد الله جل جلاله. وهي المنفية في الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من باب أولى، عن هداية القلوب.
لا يملكها الرسول ولا غيره صلى الله عليه وسلم. هداية القلوب بيد الله، التوفيق لقبول الحق. ومن ادعاها، أي هداية القلوب، من مشايخ الطرق الصوفية ونحوهم، أي المبتدعون الضالون، وزعم أنه يدخل قلوب مريديه وتلاميذه ويعلم ما فيها ويصرفها على ما يريد، فهو كاذب ضال مضل. بعض الصوفية الضالون يزعمون أن الشيخ الصوفي يدخل في قلب أتباعه ويعلم ما فيها، هذا كذب وباطل، لا يعلم ما في القلوب إلا الله جل جلاله. ومن صدق ذلك فهو ضال مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتطلق الهداية على العلم والدلالة والإرشاد بالقرآن ونحوه عن طريق النجاة والسعادة، على طريق النجاة والسعادة، يعني هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه يقدر عليها المخلوق، وهي المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإنك لتهدي، أي ترشد وتبين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد أوجب الله على أهل العلم أن يقوموا بها، أي ببيان ذلك، فيرشد الناس ويهدوهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى صراط الله المستقيم. وأكثر الناس لا يميز الفرق بين الهدايتين، فبعضهم يعتدي على الحدود، وبعضهم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محتج بالآية: إنك لا تهدي من أحببت، وهذا وذاك جهل وضلال. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الحق واجبة. قال المعلق: كثيرا من أدعياء العلم يجهلون لا إله إلا الله، الذين يدعون العلم، علم اللغة وعلم النحو وعلم القرآن، يجهلون معنى لا إله إلا الله، فيحكمون على كل من تلفظ بها بالإسلام ولو كان مجاهرا بالكفر الصراح، كعبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات المعلوم تحريمها من الدين ضرورة، والحكم بغير ما أنزل الله، واتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولو كانت لهؤلاء الجهلة قلوب يفقهون بها لعلموا أن معنى لا إله إلا الله البراءة من عبادة غير الله، وإعطاء العهد والميثاق بالقيام بأداء حق الله في العبادة. يدل على ذلك قول الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، لا بد أن تكفر بجميع المعبودات الباطلة وتعبد الله وحده لا شريك له. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج طائفة ضالة بكثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن المشحون المملوء بلا إله إلا الله، ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر، وبأنهم يمرقون، أي يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، كما في الصحيحين. ولو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كافيا ما وقعت الحرب والعداء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الذين كانوا يفهمون لا إله إلا الله أكثر مما يفهمها أدعياء العلم في هذا الزمن، ولكن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون والعياذ بالله. فلا بد من تحقيق لا إله إلا الله، وهو الكفر بجميع المعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله عز وجل.